روح قدس الآن واحد أمين. حلقة جديدة مع قناة دكتور بستين. في الحلقة دي بإذن ربنا مع نياحة العظيم الأنبا أنطونيوس مؤسس الرهبنة. رجاء محبة جدا على القناة ضغط زر الاشتراك وتفعيل زرار الجرس. كل سنة حضراتكم طيبين بمناسبة عيد ميلاد الأنبا أنطونيوس أب رهبان كل العالم. حقيقي في كل العالم كنسيا مديونين بالرهبنة. فكرة الرهبنة كنظام للكنيسة القبطية عن طريق الأنبا أنطونيوس أب الرهبان. والرهبنة ليست هي بدعة قبطية أرثوذكسية، ولكن لها سند كتابي موجود حضراتكم. في يوجد خصيان خسوا أنفسهم، هي المقصود بيها الخصيان الذين خسوا أنفسهم هم الرهبان، يعني رفضوا إن هم يتجوزوا. مش معناه إن هو خاصة يعني عمل عملية كاستريشن، يعني فعليا في الأناتومي العضو الجنسي مش شغال، لأ، بس هو فعلا مش شغال لأنه هو عايز يتبتل، رفض الزواج مع احترامه للزواج. فدي المقصود بيه الرهبنة، وهو أول عمل نظام رهباني، لكن ليست أول حركات رهبانية. كان في حركات رهبانية سابقة للأنبا أنطونيوس، لكن كان هو أول واحد عمل نظام للرهبنة. وطبعا في 3 حاجات: التبتل، اختيار الفقر، طواعية والطاعة، وليس الطاعة عمياء. شفاعتك يا أنبا أنطونيوس كما سلكت نسلك. طبعا من القصص المتواترة عنه ان هو شايفين دير الأنبا أنطونيوس، وشايفين 1650 سلمة على آخر مرة أنا طلعت فيها، كنت بطلعها في ربع ساعة وانزلها في ربع ساعة بس. نشكر ربنا، الله أعلم بقى مع الزمن هطلعها في قد ايه وانزلها في قد ايه. كان بيطلع المغارة ويجيب مية ويشرب، ففي مرة شده الشيطان من حروب الشيطان عليه، شده. فلما شده بص للسماء قال له: يا رب ليه ما حشتش عني؟ قال له: انت ما طلبتش. القصة دي تعلمنا ان ربنا بيتدخل، بس انت برضو تطلبه. ما هو ربنا بيتدخل، يعني احنا ما نصليش، ما نتكلمش مع ربنا، ما نقولوش طلباتنا، ربنا عارف. بس ضروري انت تقول صلواتك معانا يا قدس البرية الأنبا أنطونيوس. شكرا لحضراتكم، ورجاء محبة مشاركة الفيديو وعمل لايك وتعليق. سلام.